عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. مساء الخير عليكم وسنة سعيدة une autre fois pour tout le monde. الله يدخل عليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. جعل الله سبحانه وتعالى هذا العام عام خير وبركة وتوفيق وتيسير علينا وعليكم وعلى الأسر ديالنا وعلى السلطان وعلى البلاد وعلى إن شاء الله البلاد ديالنا وعلى البلاد الإسلامي وعلى الإنسانية جميعا إن شاء الله رب العالمين. والأخويا علي إلى سيدي علي ويراريو. Donc bonsoir tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا واحدا واحدا بأسمائكم. Je vous salue, je vous souhaite une très belle et heureuse année Égir. Inch'Allah, بالصحة والتقوى والإيمان وبالبركة وبالالي فيغ لافون Inch'Allah, tout le monde. فانطلق. خويا علي. I love you, my friend. How are you? ياك ما فيقتك من الناس اخويا عامر. لا 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 انا موجود. شوف والله العظيم قالت لي قبيله هدى واش هدي الله يمثل. شوف الحمد لله احنا جالسين في فاس مخيمين. ما بغيناش نضيعوا الوقت وميرسي داكسبتي دو فيغ افيك مو سو لايف. ميرسي عليك. شان امور. ميرسي اخويا. شان لا باغول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. نستهل حصتنا اليوم بايات بينات من ذكر الحكيم. على لسان دكتورنا وحبيبنا سيدي يونس. طيب تفضل الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي إخواني مرحبا بكم معنا dans notre séance de partage spirituel et comportemental toujours dans le cadre de notre programme يدن في اليدين وطول الفرد main dans la main œuvrant pour le développement humain مع دكتور يونس شرايبي. Nous sommes le dimanche 31 avril 2022, le Mouafiq, l'île Ahad, Tani Muharram, 1444. قبل ما نبداو محاضرتنا نود باسم مجموعة أفلا يتدبرون القرآن. في برنامجنا يدا في اليد نطول الفرض أن نتقدم بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لملكنا المحبوب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد الشباب الذي يوافق هذا السنة حدود سنة الهجرية الجديدة. وبهذه المناسبة كنتقدموا لجميع المتتبعين ديالنا داخل المغرب وخارجه بكل أمان أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة وأمن وأمان على الجميع إن شاء الله. الله يحفظك علي. الله يحفظك. في آخر حصة عشنا مع دكتور شرايبي كيفاش الله عز وجل دبر بطريقة تدريجية التعامل مع الخمر في مجتمع كان الخمر فيه يستهلك أكثر من الماء. Nous avons vécu lors de la dernière séance comment Allah Azza wa Jalla a géré progressivement la relation
de l'homme avec l'alcool dans une société qui vivait beaucoup de la boisson, aussi bien sur le plan financier que social. Aujourd'hui, et comme promis, lors de la dernière séance, nous allons voir à travers les versets coraniques comment nous devons gérer notre relationnel avec les consommateurs qui sont tombés dans le piège de la consommation d'alcool ou de toute substance illicite. اليوم كيف ما توعدنا غادي نعيشوا مع دكتور شرايبي من خلال تدبر القرآن الكريم كيفاش خاصنا نتعاملوا ونتعايشوا مع المستهلكين اللي وقعوا في فخ استهلاك أو الإدمان على الخمر أو أي مادة مخدرة أخرى. سيدي يونس تفضل الحبيب جو تو لاس لا بارول. الله يحفظك سيدي علي. Avant de commencer, je tiens absolument à te remercier. جزاك الله عني بكل خير. Je remercie aussi الله qui est là à côté de moi. Parce que المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. Sans votre présence, je ne peux pas faire tout ça. Vous m'apportez beaucoup de... Tu me donnes de la force. Et toujours, tu me donnes beaucoup de force. Toi et tous les présents. Houda aussi qui est là, qui a laissé son dimanche, qui veut absolument nous assister. Merci, mais aussi جزاكم الله عني وعن الإسلام خير جزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. حياكم الله وبياكم وغفرني وإياكم وطيبتم وطابت مسابعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Pour commencer ce soir de la conférence d'Ali, je vais vous raconter واحد l'histoire. L'histoire de quelqu'un qui s'est confié à moi un jour où Kali, il a décidé d'arrêter l'alcool. La personne elle a décidé d'arrêter l'alcool ou la kingel a reste en cool. Je veux pas quitter mon groupe d'avant. Je vais voir sahabi on gels معاهم باش ما نتسماش انا معقد. واخا j'ai décidé d'arrêter l'alcool, il a commencé à rendre visite à ses amis. هما تيشربوا شراب هو زعما معاهم jusqu'à ce qu'un soir مشى للطواليت رجع لقاهم داروا له الويسكي في الكاس ديال كوكا et il savait très bien le goût du whisky. Et ce soir-là, il a décidé de ne plus s'attabler avec les gens qui prennent de l'alcool. Et il a décidé de suivre قول ربي في القرآن الكريم وهجرهم هجرا جميلا. C'est-à-dire, on ne coupe pas les coudes, les relations humaines sont maintenues, le bonjour, le ça va. Mais la première clé, ou la première porte pour quitter le monde de l'alcool, c'est de quitter l'ambiance de l'alcool et la compagnie de l'alcool. Hier, كنت في واحد الجلسة وقال لي واحد صاحبي واش تشرب علاش ما كتشربش القهوة؟ قلت له باسكو لو جور جي اريتي دو فومي لا سيجاريت جي اريتي افيك لو كافي باسكو لا سيجاريت مو رابيل لو كافي مو رابيل لا سيجاريت اي باغ سويت جيفيت توت لامبيونس لان جو ريست ان كليون اي جو ريست ان سوجي تري 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 بري دو لا ريسيديف دونك انا الحاجة اللي تفكرني بالكارو كان بعد منها باش نقول لي جون كي نو سويف Et les femmes qui n'arrêtent pas de ou la même l'ambiance, il faut commencer par quitter l'ambiance. C'est très difficile. Je sais que c'est très très difficile, mais c'est la première clé pour quitter le monde de l'alcool, c'est de quitter l'ambiance de l'alcool. قال له واش عندي توبة قال له ما عنديش توبة جا وقت له مشى عند عالم اخر تكمل شي 100 وتيقول له واش عندي توبه قال له ما عنديش توبه تمشى عند واحد العالم قال له الي توبه قال له نعم عندك توبه قال له شنو هو الحل باش نتوب قال له دابور تي دو كيتي هاد لا تيغ كلها اللي قتلتي فيها اوتون دو بيرسون بور نو دير كو بور كيتي لاديكسيون il faut quitter le monde de l'addiction et c'est très important ce premier pas qui n'est pas évident, c'est tout un monde, c'est des amis, c'est une fréquentation, mais il faut commencer par prendre des décisions radicales. On veut faire un régime alimentaire, je suis partant, mais s'il n'y a pas de prise de conscience, c'est ça le malheur. Donc toute action commence par une prise de conscience. Je prends, je suis consciencieux. Il a marqué la décision, ou il a décidé aussi. Je veux parler aux femmes. Je veux parler aux femmes qui n'arrêtent pas de dire que une femme qui est mariée à 30 ans, 40 ans,
et j'arrive pas à trouver une solution, je lui dis, désolé, si c'est 20 ans, là 30 ans, tu n'arrives pas à trouver une solution pour que ton mari s'arrête, c'est que l'approche fait un halal. C'est que l'approche fait un chihajamashi, comme dit Einstein, c'est bête de refaire le même exercice de la même manière et de s'attendre à un autre résultat. Et je suis sûr et certain que les femmes qui ont un mari alcoolique, ils font la même chose pendant 30 ans. Où il ne donne rien. Et on va, essayer de faire une autre approche. Une autre approche à travers deux personnages, l'histoire du monde arabo-musulman, où Sayyidina Omar ibn al-Khattab et Mohammed Sayyiduna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, l'approche d'Yalhoum à le consommateur d'alcool. Alors, Omar ibn al-Khattab nous décrit, Tirouina, على واحد لا سيتياسيون دار فيها مع ان كونسوماتور دالكول اللي كان سميتو عبد الله واللي ا دو ريبريز لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم لا بوني بور لا كونسوماسيون دالكول ديالو اي في لا دوزيام فوا وين لو بونيسي كان واحد السيد جالس في المجلس ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لعنه ما اكثر ما يؤتى به يعني قال الله ينعل الله لعنته الله على شرب الخمر وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سي باغيتي وقال لهم لا تلعنوه نو لانسولتي با نو لو موديسي با لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله اي سا سي غران قال له ما تسبوش وما تلعنوش ونو لو ميبريز با لانني انا اللي عارف هو انه يحب الله ورسوله باش نتعلموا اليوم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع لان دو سي زابوتر لي بلو ديليكا عمر وما ادراك ما عمر كي تخي ترك تيقولوا ملي كان بغينا نهضروا على عمر كان يقول الصدق كان يقول الصدق ولو كان مرة ترك له الحق وما له من صديق تيلمون اي تي تخي تخي دور دونك تيعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتيعلمنا سيلوي كي يا راكونتي سيت استوار الراوي الحديث سيدنا عمر فقه ou la conduite à tenir devant un consommateur d'alcool, ou la première conduite à tenir, il y a Sidna Omar qui nous a raconté cette histoire, il a tenu à ne pas à nous parler des belles choses de cet homme. Le manaqib d'Har Dagajoul, ou qu'il y a un kelam wa'ir. قال كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سي سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام شيرشي quelque chose de bon en ce consommateur d'alcool يمدعو بها ويفونتي بها باش يعلمنا ويعلمني ويعلمكم ويذكرنا ويذكر الجميع ان الاصل في الاسلام دائما هو اننا نحرصوا دائما كنت في بارلي دو كيلكان نحرصوا دو بارلي دو ميو دو سكيلا المحاسن ديالو ون ون ونحاولوا نشوفوه بلوي غيونون بداك لو كوتي مانيفيك ديالو ونخليو ديما لو بون كوتي يطغى على الجانب المظلم ويمسحو ايفاسي لو كوتي اوبسكور وهو اللي قال لنا سيدي ربي في القران ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبنا سيئات Et là, je commence par mon premier partage avec toutes les femmes qui n'arrêtent pas de me dire que mon mari consomme de l'alcool abondamment, qu'il ne fait rien pour arrêter. Je lui dis, il est grand temps. Peut-être que ce dimanche, je n'arrête pas de parler en français parce que c'est le dimanche. Je lui dis, il est grand temps de parler de l'autre approche. Je lui dis, en général, l'idman, l'addiction. L'addiction a été décrite dans tous les bouquins de la psychanalyse, de la psychiatrie. C'est un manque d'affection. L'addict, la drogue, même celui qui fume beaucoup, c'est un manque profond d'affection. Ou la meilleure façon de régler ça, il y a le hanan ou l'ihsan, ou surtout laisser tomber les reproches. Les reproches tout le temps. Comme d'ailleurs la plupart des femmes qui recourent à l'agressivité et aux reproches avec leur mari n'ont pas abouti, pas de résultat. Ça ne fait qu'approfondir le gouffre.
اي بوغ لوغ دير الله يخليكم نتعلموا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يفو شونجي دابروش، ان الحسنات يذهبن السيئات. توجور كومونسي لا بدا هذا الراجل هذا فيه شي حاجه الخير، ما يمكنش لا بدا كاين شي حاجه الخير في هذا الانسان. زيوغ كاين شي انسان ما فيهش شي حاجه ديال الخير. الموقف الثاني لا دوزيام سيتياسيون هي، شوف سيد النبي شنو قال، قال فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. حلف سيد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذاك لو كونسوماتور دالكول كيحب الله وسيد النبي صلى الله عليه وسلم في ان ميساج ا لومانيتي اي نو سولمون اوزينمون. لان تنقول لكم دائما اللي بغى يهضر على الدين يتفكر ثلاثه ديال لي باز فوندامونتال. رب هذا الدين ورب هذا القران ورب هذا الدعوه سمى راسو اول ما قال في شك ايه نقراوها ولا في شك سوره نقراوها اللي هي 114 سوره صوف سوره التوبه اللي ما قالش فيها في الاول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تيقول لك ربي ملي تقرا القران كتقول بسم الله الرحمن الرحيم، سي دادير تو تو رابيل اشاك فوا كل اللي كتب هذا القران واللي نزل هذا القران واللي قرا القران سميتو الرحمن الرحيم لو ميزيريكورديو اي ميزيريكورد. دونك دائما رحمه. اوسي لو ميساجي هذه الدعوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم باش بالمؤمن رؤوف رحيم. وهذا القران هدى ورحمه للمؤمنين. فدائما تنقول حنا لسنا قضاة. دايوغ لو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم لا با جوجي الى ميم باني هذاك اللي قالوا لا تلعنه، يا انتغدي دو 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 لو ميبريزي ولا دو لو دو لي ريبريموندي ولا باش تلعنه. وقال فوالله اني ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. باش نذكركم دائما، نذكر لي فام ونذكر اي واحد، حنا راه حنا ماشي توني با ان جوج، نحن لسنا قضاة، نحن دعاة للخير. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. توجور تو رابلي ان الحكم الا لله. حتى وحده قالت لي با امي قالوا لي نطلق راجل اللي عندها معاه وليد، واللي قلت لها قالت لي زوين، وقلت لها علاش؟ حيت تيشرب الخمر. قلت لها او منين جابوا هذه الهضره هذه؟ اه قالت لي ولات تيشرب الخمر وام الخبائث وخصك تطلقوا وشفتوا لاش منها. وحنا ما كنعلموش الغيب، ما كنعلموش لعل هذا الراجل اللي هو اليوم شارب خمرين. وهنا ان شاء الله قلت لعالي بان يسوبي كو جو فاس تخوا وي جو فخي لا مسلمان كي تي ان غران الكوليك اي كي دوفني ان غران تري غران سافون اي كي سي ريبونتي اي كي سي يا شانجي. باش نقول دائما الاصل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. فتنقول دائما الا ما رحمناش حنا المؤمنين بعضياتنا، ورحمنا السكيري، ورحمنا لا بروستيتوي، ورحمنا البرميطه، ورحمنا هذاك اللي كيضرب، رحمنا اي واحد، شكون هادي يرحمه؟ وسيد النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. باش لو دوزيام ميساج ابسوليمون ابسوليمون يفي كيليا دو لا ميزيريكورد. الى هادي دير الدعوه ولا تطلق شتي، ثق بيا اختي، اذا كان زوجك سكيرا والله الا جبتيه في شونك ولا ولدك ولا خاك ولا اللي كان ولا مراتك اي سو بو يا ميم دي فام يكون بوكو دالكول مساكن، الا جبتيه لشونك وحنيتي عليه قلت له انت راجل غزيان. شوف سيدي بك سيدي انت غزال وفيك بوكو دو بيان وتي منوار وفيك الخير وبقيتي كتمدح فيه، والله الا غادي تكبر فيه وغادي يجيب الله التيسير. لان هذه هي هذا هو لو مود ولا كوندويت ا تونير دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اي دي زابوتر دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. اي اوسي توجور سو دير الا ما حنا المسلمين ما رحمناش بعضياتنا شكون يرحمنا؟ عاودت لكم ذاك المره القصه فاش كنت في البحر انا ومراتي وبناتي، وجاني واحد كومبليتمون ماشي سكران ميت ميت ويلا كومونسي ا باغلي ما فهمت تخلعت. قالت لي قبضته انا عنقته درعته هكا قبضته عنقته وطبطبت عليه وقلت له ما تبسلش عليا خويا راه معايا وليداتي وتيضربوا فيا كيقولوا لي اه اي با تاكريسي. قلت لهم شوف سي اذا الى tu affrontes ou là tu t'opposes aux consommateurs d'alcool de l'agressivité, ça ne va que s'empirer. Chez la maladie que je voulais que je laisse, je suis sûr qu'elle l'a provoqué. Action, réaction. Je suis sûr que tout ce qui est mort, donc l'asl, l'hanan, ou ahsin kama ahsan Allah ilayk. Qu'il l'on fait, wallahi, ma alimtu lahu, ma alimtu illa anna yuhibu Allah rasoula. Je salue mon ami, je suis au premier fois qu'il m'a dit en live, c'est Talal Shakir. مرحبا بك عزيزي، سي ان هوم كو جو ريسبكت، جو ريسبكت لي جون كي فون بوكو ديفور، جي جامي لوكازيون دو لوي دير كو جو ريسبكت بوكو تو سكو تي فيه سي طلال، يفي بوكو ديفور، بوكو دو ميساج،
ميرسي او نون دو لومانيتي و ديال الناس. ميرسي اب بطلال، والله يجعلك تجي عندي ان شاء الله الفاس ونكرمك ونرحب بك ونكبر بك اخي طلال واخا ما كتعرفنيش. دونك درعتو ولو ميك الى كومب وحشم. جو سوي سور كو سي جافي ايتي اغريسيف وكنغوت عليه وكنسبيتو، جو سوي سور اي سيغتان كو سا لي ديجينيري. ويقول البوليس جايين هازينا سي باسكو جو لي بروفوكي. هو سكي كان في واحد ليطا دام حدا اخر. Il faut absolument savoir s'y prendre. Et tout ça, ça demande de la miséricorde. La troisième situation qu'il faut sur laquelle il faut insister, il y a la citation de Omar. Il faisait rire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dit que malgré le fait que ce monsieur qui s'appelait Abdullah, il consommait de l'alcool et il était addict de l'alcool, il fréquentait les réunions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière régulière. À chaque fois, il vient, il s'assoit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en aucun moment ne l'a discriminé, ne l'a éloigné, ne l'a كان قلنا كان يضحك مزق عليه لانه قلنا كان يضحك رسول الله. وهنا تنقول عاوتاني لبزاف الناس بان ربي قال سيدنا ابراهيم وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى. الفو ابسوليمون دون لا كولتور عرب ومسلمان ديالنا نتعلموا واحد الميساج خطير في الحياه ديالنا، راه لا وزيره تزر وزر اخرى. راه الا كنتي مجوجه براجل سكيري فينا راك غدا غادي توقف مع ربي يتحاسب معاك وغادي يتحاسب معاه. قالت لي تدخل الحرام لولادي، فو با ميلونجي، فو جامي ميلونجي تو سا، لان الله سبحانه وتعالى اعطى لا فامي واحد لا بوزيسيون تري ساكري. الاسره عند ربي عظيمه، حتى هو ذكر داير لها سميه في القران، سميت الاسره سوره ال عمران، لا فامي دو عمران. Dieu les a vantés, leur a donné le nom de toute une sora, Alash, à tout ce qu'ils ont fait pour l'humanité et tout ce qu'ils ont fait pour les Donc, je veux dire aux femmes, dans les maris qui consomment de l'alcool, dans les enfants qui consomment de l'alcool, aux hommes, dans les femmes, soyons détachés, involvement. Détachons-nous. Rien. تعلمونا فقه التعامل مع هاد المدمنين للخمر بالإحسان. On les prenant dans nos bras باحتضانهم والإحسان إليهم وعدم نبذهم وإقصائهم et les discriminer. لأن tout ce que tu vas faire quand ton fils va venir سكران، كيعاود لي واحد صاحبي كيقول لي كنت تنجي سكران مع ربعة الصباح ميت، ويما مسكينة كتنوض وتسخن له الماكلة وتحشيه في شونها وتحن عليه حتى الله سبحانه وتعالى عفا عليه. نكوا با انك الى جراج لك الشريف سكران وبقيتي تحيح عليه وتدردق عليه وتنقر عليه وتهبط له القلب ديالو راك تولي غون سيرفيس. نكوا با سا 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 دايور tu as fait ça pendant 20 ans et ça n'a jamais donné de résultat. Donc prends le dans tes bras. الى جريتي عليه من الدار غادي يمشي لعند العاهره ويمشي لأونوتخ ميزون. ولا خرجتي ولدك من الدار حيت جات فيه ريحه الشراب ولا فيه ريحه الشيشه ولا فيه ريحه الحشيش، ديتي باسكو جو كوني دي بارون كي رياجيس كوم سا، راك اون في تو اون تران دو لو بوسي دون لي برا دو سي جون لا كي ناريت با دو كي سقطبوهم واللي تيمكن لهم يخرجوا عليهم. دونك سيل فو بلاي، سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي تيجي تيجلسوا معاه وكان تياخذ بيده وكان يحسن اليه، لان واحد النهار غادي يعف، واحد النهار غادي يحشم، واحد النهار غادي يجبد على العرض ديالو. ودائما تنقول الفو جامي اوبليي ان في تري امبورطون في هاد لي سيتياسيون.
اللي هو الدعاء. تنقول لهم دائما عباد الرحمن اللي بلغوا واحد المقامات عالية عند الله سبحانه وتعالى، اي افيك توسا شنو داروا؟ كانوا دائما تدعوا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دونك طول طون امبلغ الله سبحانه وتعالى باش يهدي ذاك الوليد ويهدي ذاك الراجل. وتنقول لهاد لي فام كي سوفر دوم qui consomment de l'alcool, ou la d'enfants qui consomment de l'alcool, ou la de frères qui consomment de l'alcool. Regarde bien. Regarde Allah واحد الباب ديال الجنة خطير. قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدينا الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل وقال أين المسلمين إلى هذا الله ذاك الراجل عليه الدك، وفتح الله ذاك الراجل عليه الدك ورجع من الصنع الى يدك شنو بغيتي؟ صافي صورتي المصروف دخلتي للجنه. الى صبرتي دونك بغيتي تدخل للجنه، بغيتي يهدي الله هذا الراجل على يدك بلا ما تضرب تماره، بلا ما تصبر، بلا ما ديك حتى شي حاجه. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. اي جو رابيل اوسي نو شير مسلمان كي نو سويف دو بارتو، فو با كخواغ كو لا سوسيتي دو بسيد النبي صلى الله عليه وسلم ايتي اكزامبت دو بيشور، خاليه من العصاه وخاليه من الخطائن دو تو. كانت عندهم العصات، كان كيديروا كل شيء، راه كان اللي مازال تبيعوا شري في لو سيكس، كان اللي مازال تبيعوا شري في الفلوس، كان اللي مازال تبيعوا شري في الشراب، مي اللي كان عندهم هي الرحمه، هي لي كور اوفير. الرحمه اي سورتو الابتعاد عن الحكم على الناس، و توجور شيرشي لو كوتي بوزيتيف دو شاك بيرسون. سي ان ابروتيسا، سي ان انترينمون. C'est un entraînement. C'est pour ça qu'on a créé main dans la main, Ali et moi, et Fad, et Ouda, et tout l'ensemble. C'est un entraînement à ne plus juger les autres. C'est un entraînement à toujours chercher quelque chose de bon. Le meilleur exercice quand tu es en querelle avec quelqu'un, et ça nous arrive chaque jour d'être en querelle, d'être en conflit, toujours rappelle-toi du bon côté de cette personne. شنو قال ربي سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف زيد فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثير. كيسكو سا بدي في لي بيغ مومون ملي كتكون كاره في ذاك المراه، والله ودي الله ودي خدتني وانا ما عنديش، صبرت معايا فيا ريحه العرق وكتصبر معايا وتنعس معايا، فمي في ريحه الخنز وكتصبر معايا، ما كنلقاش باش نصبن حوايجي وتصبنهم لي، تنطفش عليها وطيب لي داك الشيء اللي بغات في البلاصه. Donc la haine va se convertir en quelque chose de positif pour te dire, cher ami, chère sœur, بِأَنَّ دَائِمًا بَعَدَ عَلَى الْجُجْمَنْ وَتَرْجَى الْخَيْرِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ الْخَوَاتِمْ لَا يَعْلَمَهَا إِلَّا اللَّهِ شحال من خربة تيقولوا جدودنا، شحال من خربة رجعت جامع، شحال من خربة رجعت جامع، لأنهم ils ont vu de leurs propres yeux. قلت لكم إن شاء الله je vais finir ce thème d'alcool par l'histoire de quelqu'un qui était un grand consommateur d'alcool et qui s'est repenti d'Allah ou رجع من علماء الامه بالقصه اللي وقعت له باش نكملوا في الموقف التربوي الرابع de la consommation d'alcool. Un soir سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتسارى في المدينه، هو un grand homme d'affaires de l'époque اللي هو عبد الرحمن بن عوف، كانوا كيشوفوا واش كاين شي واحد جيعان، واش كاين ان بروبليم، est-ce qu'il y a de la sécurité. C'est vrai, il y a pas de sang. Ouda, il y a le sang? Est-ce qu'il n'y a pas de sang? Donc, il y a le sang. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de sécurité? De la lumière tamisée. Et quand ils se sont rapprochés, ils ont une porte semi-fermée. Ils ont mis Sidna Omar ou Sidna Abd al-Rahman ibn Auf derrière la porte. Ils ont mis Sva ou ils ont mis Nashat. قال سيدنا عمر سيدنا عبد الرحمن اسكو تي سي اكي ابارتيان سيت ميزون؟ قال له انا ما عرفت. قال له هذه راه الدار ربيع بن اميه بن خلف ان غران ديال العرب. وقال له هما دابا راهم سكرانين ودايرين فضيحه، شنو نديروا؟ وسمع شنو قال عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر اللي كان خليفه المسلمين، سيتي لو خليف، سيتي لو ريسبونسابل. قال له اتونسيون اتونسيون يا عمر، الله سبحانه وتعالى قالنا ولا تجسسوا. اون اوكا مومون عبد الرحمن بن عوف قال لهم راهم مسكرانين، راهم تعداو حدود الله، مي قال له ولا تجسسوا، سي بادير لو كغون ريسبي. اي اوسي عمر ما قالش اون فا نقتحموا الدار ولا نوضو اون فا
s'introduire à la maison du tout. Le bouyout, عندها أعراض ديالها, عندها العرف ديالها. فسيدنا عمر استحضر قول ربينا ولا تجسسوا. انت تجلس في دارك, تدخل في سوق راسك, طلع الشراب زارك, سكيري ماشي سوقك عند ربي. طون كو راه ساتر راسو اي طون كو راه ما il ne te nuit pas, il ne te fait pas de mal. بالعكس دعي معاه. Je vais partager avec vous un partage. Je vivais dans une maison et à chaque fois, et un voisin tiji à 4 heures ميت. وأصبح يلزم المسجد وأصبح من العباد توقات واش بالبركة ديال الدعاء ديالي ولا باش ما كان. ليدي اي لو ميساج سي كو يفو جامي 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 تفقد الأمل من شي واحد, جامي جوجي كالكان, لأن اللي خلقه قادر أنه قادر يهديه, قادر يهديه, وقادر ياخذ بيديه pour ne jamais condamner quelqu'un. Toujours rester le cœur ouvert. Et je finirai ma conférence de ce soir par les versets coraniques que j'ai cités. Très bien. C'est-à-dire 40 ans, c'est un âge où on doit se remettre en question. هذا الدعاء جانفيت توت لي بيرسون كي اون اتان لا كارونتين يحفظوه حيت هي اكسترا. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. دي كو تو في هذا الدعاء سي امبلوغاسيون كيس كي لاغيف الى غيف دي شوز اللي ما تنالهم لا بحج ولا بعمره ولا بصداقه ولا بتا شي حاجه. تيقول لك ربي سيستيماتيكمون اولئك الذين يتقبل عنهم احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. ربي تيتقبل منك احسن الاعمال ديالك وتتجاوزك عن السيئات ديالك في اصحاب الجنه وتيعطيك الجنه. باش ملي كتقول 40 طون باغا باغا كامل لي ديراباج باغا كامل الشراب 40 طون صافي شربنا ما كفا مشيتي لابواط ربتي الطاسه قصرتي بخصك وصافي 40 عام وليس بدا بيكبروا. سي با لا بين دو يشوفوك تشرب الشراب, سي با لا بين يشوفوك كدير لي شوز كي سون سي ميم با حرام. جو با دير حرام لي شوز كي سون مخلين بالاخلاق. تقولنا الشراب غير حرام وحلال الي اونتي ميرس. دونك قل ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك ونسب الله يسلم. انا تبت سيدي ربي بارك عليا من الشغل في البلاصه. اولئك الذين يتقبل عنه احسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه. في الجنه ان شاء الله زيد وعد الصدق الذي كانوا يعدون. سيت اون بروميس دو ديو ا بارتير دو مومون كو تو دي ربي احفظها معايا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تعطيك ربي ثلاثة لي بروميس, تتقبل منك أحسن الأعمال ديالك, تتجاوز لك على السيئات ديالك, إلى تخوازيام كتكون في الجنة إن شاء الله. ما بحج, ما بعمرة, ما بصلاة, ما بصيام, ولكن انك tu t'es repenti. C'était mon message ce soir pour toutes les personnes qui vivent avec un consommateur d'alcool. J'implore الله سبحانه وتعالى دائما في هذه المحاضرات ربي ينزل هذه المحاضره في شي واحد مبري ويجعل هذا الكلام اللي قلت يا ربي رحمه في قلبه ينزلها عليه يا ربي. هذا الكلام ينزلها عليه ربي بالهدايه ويجعلنا ان شاء الله في الصحيفه الحسنه ديالنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. سيدي علي اسكو تو يا دي 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 كيستيون ولا دي حاجة؟ جو سوي أتا ديسبوزيسيون. با علي سي تو توجور لا بيك موا. علي أر يو هير؟
علي مشى. سيدي علي حبيب، الوغ شوف، انا دائما كندير واحد القضيه، غادي نخرج من هاد لا كونفيرونس باسكو باش ما تكونش طويله ونخليوها، وغادي نعاود ندخل. Il y avait une seule question. En fait, شنو هي؟ Rebecca, quand son fils est avec elle, ou ها؟ tu sais là, je tatouage haram, ها؟ وعلي راه جاوبها، ها؟ قال لها احنا ما كنجاوبوش على الحلال والحرام في هاد لاباج. الوغ انا نقول لها حتى شي حاجه حدا اخرى، صافي علي لا تخي تخي بيان دي جو في. شوف راه جاوبها بغيت علي بيان، نقول مي لها، elle a répété encore la question. واخ Elle est à 20 سنة. بغيت نقول لكم واحد القضيه على الناس اللي تيسولوا على الحلال والحرام. شوف il faut apprendre une chose, apprenez à vous-même savoir le bien et le mal. هذا لو تاتواج هذا c'est une سنسميو انا c'est un caprice, c'est une envie. انا جو دي اون اوتر شوز او جون كي فول فير دو تاتواج. غنقول لكم واحد القضيه واحده اخرى نبارطاجيها معكم، انا دخلت عادي سمعوني مزيان. يا ان تروك يا اون باسكو لو تاتواج قبل ما يكون حلال حرام واحد ما تيطلع لك في راسك. انا تنقول لهم دائما كيسولني شي واحد اخويا علي على التاتواج، انا هذه كنسميها في لا بيداغوجي ولا بروش، تنقول له شوف كاين واحد لا ستاسيون انترميديير سي لو تاتواج تومبوغير. يا كعلي كاين لو تاتواج تومبوغير، يا كاين هاد لو تاتواج تومبوغير، كاين ديال دو موا كاين ديال سي موا. ما تزربش داك الشهوه ديالك ديال لو تاتواج، داك الشيء اللي باغي يديك ديرو وديرو ترانزيتوار وتيق بيا جون سوي سيغ اتان كو بو دو سي موا غادي يطلع لك في راسك اي تو سوغا بارتاجي وتكون درتي واحد الحل وسط. ما مشيتيش لذاك لا ديسكريميناسيون توتال لا حرام ولا، باسكو الانسان صعيب ملي كتقول له سي انتردي داك حتى تشقلو. قول له جا ولدك قال لك بغيت نديك تاتواج، قول له ولدي واخا اعطيه، قول له سير اودي ديك هذاك ديرو ترانزيتوار راه كاين، اذا زيد شويه الفلوس تيبقى سي موا ولا دو يا جو سوي سيغ سيغتان. مي ما ديكش واحد اللي تندم عليه وباش تزولو يعذبك. جيتي تخي رافي de vous parler de ce sujet ce soir qui me tenait très à cœur. Comme je t'ai dit, Khoya Ali, je vais faire un troisième thème, je ne sais pas quand, l'histoire d'un repenti de l'alcool. Comment il a pu complètement changer, comment il a pu devenir un grand savant du monde arabo-musulman. Je tiens finalement aussi à te remercier, Khoya Ali, avec plus de questions. Donc, je te remercie, Khoya Ali, d'être présent avec moi ce soir. Comme je t'ai dit au début, tu me donnes énormément de force. Avec plaisir. Jazakallah, al-Nabi kulli khayr. Allah yaj'ala, Khoya Ali. Allah yaj'ala, Khoya Ali, hadha al-kalam li kanqoulou. Wa hadha al-khadma li kanakhdmou fi mizan hasanatna. Allah yaj'alna nasma'u biha. Allah yarham li rabbakum. Allah yarham li qarakum. Donc, hna ala qawtullah akbar. Hadi ntwad'u bid-du'a. اللهم ارحم ضعفنا ويسر أمرنا وعجل خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وتجاوز عنا ما كان فاسدا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم انزع ما في قلوبنا من غل ومن حقد ومن حسد ومن غيره إخوانا على صلب المتقابلين. اجعلنا ممن يلقونك غدا يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين، هاد الناس اللي كيساهموا في هذا البرنامج من قريب او من بعيد جميعا واحدا واحدا باسمائهم، اللهم يا ربي بلغهم مقاصدهم. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل امرئ منا ما نوى. اللهم يا لطيفا في الازل انت اللطيف لا تزل، الطف بنا فيما نزل بحق القران وعلى من نزل. جعلنا يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، عاوننا على التطبيق او جعلنا من العاملين، جعلنا من العارفين، جعلنا من المقبلين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني مسلمين. وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك المسلمين. هاد الناس كيشربوا شرب الله يعفو عليهم، اللي ابتلاه الله بشي شارب الخمر ولا مسافر داره ولا بشي ولا ولده ولا براجله ولا مراته، يا ربي بحال الحي هاد الأذان تصلى وهاد الوقفة هاد النهار العظيم عندك سيدي ربي يعفو عليهم. يا رب ادخل الرحمة والمودة والرحمة والمحبة لبيوت المسلمين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. On va finir sur une bonne note. Inch'Allah, le mercredi à 21h15, il y aura une conférence magnifique sur l'Hijra ou sur Ashura. Andirou, Inch'Allah, Anam Sidi Ali. On sera les invités de la Jemaiyat Nour al-Khair. Mais on va diffuser sur Instagram. Ça va être très intéressant. Ala al-Hijra, ala pourquoi les profs, pourquoi les apôtres du prophète Mohammed, les Mada, Ashabu Rasulillah, Ataru, Anikhtaru,
هجرة رسول الله باش يبداو لو كالوندري عرب ما اختاروش المواليد ديال رسول الله بحال النصارى و لي ريبونس فون فوز ايباتي بور لا بروميير فوا فوز الي ايكوتي دي شوز اكستراوردينير اللي ما عمرنا ما عرفناهم على الدين ديالنا. نعم ما تمشيش شو سيتي ان بتي مومون الله يخليك بوكو دو جون دوموند على الصلاه كومون تونيغ الصلاه وكاين اللي كيتسائل على كومون كونفانكر كيلكان باش يصلي افيك بليزير. شوف الى عندك 10 مينوت غنخرجوا دابا باش هاد لا كونفيرونس تبقى سبيسيال هكا ونعاود ندخل ونعطيو ان كار دور احنا نخرجوا وندخل لان جو با نبقى نخلط في لي كونفيرونس. يلا علي باش ما نرحمو.